فقرتنا التالية إذن مشاهدين مخصصة للأشخاص الذين يتحضرون للزواج في الصيف المقبل. فمهنة منظم حفلات الزفاف أصبحت ضرورية جدا لتحقيق ما يتمناه العروسان في ليلة العمر. ما هي أحدث الصيحات في هذا المجال؟ يخبرنا منظم حفلات الزفاف فراس عيسى الذي يطل علينا من العاصمة القطرية الدوحة. صباح النور فراس. صباح الخير، أهلا وسهلا. ما هي أول نصائح التي تقدمها للعروسين اللذين لا يعرفان ماذا يريدان في هذه الليلة؟ هل يريدان الفرح بسيطا أم لا؟ يعني هل تدخل في نفسيتهما لتنظم حفل عرسهما؟ أول شيء شكرا كثير لكم وللتلفزيون العربي. بالدرجة الأولى أول شيء لما يجوا عندي العرسان لازم يكون في وقت كافي بالدرجة الأولى، لأنه ما بيخلي الإشي اللي بدهم إياه الوقت يحدد، هم اللي بدهم إياه بالدرجة الأولى، لأنه الوقت كتير مهم. هلأ دائما صارت، يعني ما بقدر أقول إنه موضة، بس صارت هي زي ترند إنه لازم يكون في منسق للأعراس لأي حدا بده يعمل زفافه. فبالدرجة الأولى منبلش من البطاقات الأفراح لآخر الفرح. يعني فأول شيء بيجوا عندي أنا بنصحهم وين بدهم يعملوا، شو بدهم يسووا، شو الأفكار طبعا، ولازم أنا أعرف شو الستايل هم اللي بحبوه، يعني شو الكاركتر، الشخصية العروس هي اللي بتحب تكون هي فيها بيوم فرحها. فأنا برشدهم على الأشياء اللي بدهم إياها وبعدين بنبلش بالمشوار. يعني استاذ فراس، هالمهنه صارت دارجه جدا في هالايام، خاصه كما كنت تحكي انه صارت ترند وصارت الناس الكل تحب تعملها، ولكن انا نحب نعرف باكثر التفاصيل عن التحضيرات والتخطيط كيفاش يصير منذ البدء باختيار بطاقات الدعوه حتى وداع اخر ضيف في سهره الزفاف. اوكي، انا اول شيء انا دائما بخالف فكره انه شو هي الموضه ولا شو الترند بالاعراس، لانه هي مش موضه ولا مش شيء دارج. دائما كل عروس لها شخصيه مميزه، هي شخصيتها رح تكون يعني مبين شو هي بتحب العرس. فما في انه موضه، انه انا دائما ضد انه الموضه، لانه ببطل في كرياتيفيتي لما احنا نقول موضه، بصير كله كوبي بيست، كله بيصير زي بعض. فكل حدا لازم يكون كتير مميز يعني بالأفكار تبعيته، لأنه هي بنعكس للعروس. فنحن دائما بنحاول نقدر على الأشياء غير المألوف بطريقة يعني متحضرة ومحافظة بالدرجة بنفس الوقت. فدائما ننصح أفكار جديدة بطريقة مش شرط تكون مكلفة طبعا. فهي التجدد هو كتير العنصر الأساسي بالتحضير للعرس، ونعطي افكار للعروس. دائما عندهم الشيء الرئيسي انه بحبوا افكار جديده، لانه الكل بكون دائما زي بعض، فدائما ننصح باشياء جديده. نعم، بنلاحظ دائما انه في اللون الابيض طاغي بالاعراس وبديكورات الاعراس، وانت شخصيا كان عندك ميل للون الابيض، وين فينا نكسر ونغير لالوان فاتحه اخرى؟ وما هي الالوان الفاتحه الاخرى التي تنصح بها في ديكور حفل الزفاف؟ اوكي، انت لما دائما تقول حفل زفاف دائما بتحس اشياء كثير هيك بياض وشيء من فستان العرس، دائما بدك الوان فاتحه، ما بدك اشياء الوان تكتمل العرس، دائما هو الفرح عباره عن ابتهاج وسرور، يعني دائما بدك تطلع على الوان هيك فاتحه. بس يعني الامراض احنا بنستعمل الوان اسود غامقه، بس بنحط معها الوان فاتحه عشان يكحل اللون. فدائما الالوان هي الفاتحه اللي بتعمل هيك ابتهاج وسرور بالعرس، غير عن الالوان القاتمه. بس في كمان الوان قاتمه بنستعملها لكن تكحيل الالوان عشان نبين الالوان الفاتحه، لانه اذا عملت كله فاتح بفاتح بصير لونه باهت الفرح. تقصد الزهر والأزرق؟ الزهر، الباستيل، الفستقي، البنفسجي، الازرق الفاتح، البنفسجي الفاتح عفوا. هاي الالوان الباستيل اللي كلياتها
يعني حلوه بالافراح بلس مع الابيض. نعم. وخلينا نحكيه اكثر على الورود، يمكن زيدا هي من الحاجات اللي تزين، ونعرف يمكن فهمنا شوي من كلامك اللي انت ما تحبش الموضه، ولكن اكيد انه كل سنه فما موضه جديده تضاف للعرس في ديكوره في ورده في الزينه في حتى يمكن قالب الحلوى والاجواء الكل اللي تكون موجوده، وحتى نسميها نحن تصديره العروسين او كوشه العروسين. ايه مزبوط مزبوط. هلا ال 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 طبعا كل بلد عربي بتختلف العادات والتقاليد، يعني على هاي مثلا احنا هون مثلا بالخليج ال 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 بالاعراس ما بتقدم فيها قالب الحلوى الجاتو، بتقدم بالخطوبات اكثر من الافراح، بتقدم كثير الحلويات، كثير الحلويات على الطاولات، اذا بتشوفوا بالفيديوز اللي مرقت بتشوف الحلويات كثير على الطاولات، هاي الحلويات كلها بتكون مع نفس الالوان الفرح يعني والكوشه والديكور القاعه والهاي، هو الفرح بطلت شغله بس انه كوشه، لا صارت في ديكور متكامل للقاعه، صارت في بتدخل من المدخل للضيوف، الديكور بالمدخل، القاعه نفسها، الكوشه، الطاولات، دخله العروس، كله بيكون متتالي مع بعض. نعم، بس سؤال أخير فراس، هل في اتجاه إلى أن تكون حفلات الزفاف بسيطة والأجواء حولها بسيطة، أم دائما العرب بيحبوا يعقدوا أو منحب نعقد حفلاتنا؟ لا هلا والله بالعكس، هلا كثير الناس عم تتجه بالبساطه بالسمبليسيتي، سمبليسيتي دائما، مش شرط انه سمبليسيتي بتكون بس انه عدم انه بالاسعار، لا سمبليسيتي بتكون يعني بتوصل لك الصوره دايركتلي. كثير هلا الجيل الجديد عم بتجه على البساطه وعلى الافكار الجديده، يعني مش شرط كلها معقده، بطلت مثل الاول. هلا لسه الناس بحبوا، لسه في بحبوا، في طبقه بتحب الفخامه الكلاسيك ويدينجز، بس هلا لا معظمه عم بيتجه للبساطه. نعم. منظم حفلات الزفاف فراس عيسى، كنت معنا مباشره من العاصمه القطريه الدوحه، شكرا لك. شكرا لك.